مرحبا، درسنا اليوم عن كيف نقدر نعرف توناليتي لقطعة موسيقى. أول شي حرجع أنا وياكم شوي عن الكي سيجناتشر. بأول كل قطعة بيكون في عنا أو بيمولات أو ديازات، هودي اللي بحددوا الجام شو هو، بحددوا لنا النوتات اللي حيكونوا عادي والنوتات اللي حيكونوا دياز أو بيمول بالقطعة، نحطهم مرة كل أول سطر بالقطعة. حرجع أنا وياكم شوي عن الجامات الماجور والمينور. نحن بنعرف انه كل جام ماجور في عنده جام ريلاتيف مينور، وهيدا الجام بيتشاركوا مع بعض بنفس عدد الديازات وعدد البولات. هشوف اول شيء انا وياكم سيري دي دياز، يعني الجامات اللي عندهم دياز. نحن تنعرف الميجر سكيل بنبلش بالدو ماجور وبزيد 5 دو ري مي فا سول، بصير عندي سول ماجور عنده دياز وحدة، بزيد 5 من السول بيكون عندي ري ماجور عندهم 2 دياز، فا دياز ودو دياز، بزيد 5 لا ماجور عنده 3 دياز، وبزيد 5 مي ماجور بيرجع سي ماجور، فا دياز ماجور، دو دياز ماجور. دايما من كل جام لجام ماجور اللي بعده بزيد كان جوست بيطلع عندي السري دي دياز بالجامات. تعرف الجام مينور الراتيف تبعهم؟ دايما بدي روح من الجام ماجور 6 او بدي ارجع 3، يعني من التونيك دو مثلا او بطلع 6 دو ري مي فا سول لا، بيطلع عند الجام هو اللا مينور هو الريلاتيف تبع الدو ماجور، او بنزل تيارس مينور يعني دو سي لا بيطلع عند اللا. ودائما الجام ماجور ومينور بيكون عندهم نفس الارميور، يعني اذا الدو ماجور ما عنده ولا دياز الريلاتيف تبعه اللا مينور ما بيكون عنده شيء كمان. والزياده المينور بيكون في عنده سونسيبل، سونسيبل تنذكر هي الدرجه السابعه بالجام. جام اللا مينور دائما النوت سونسيبل فيه يعني الدرجه السابعه اللي انا بجيبها او من التونيك من اللا بهالحاله بطلع 7 او برجع وحده لورا، اسهل لي ارجع اكيد حنزل لا سول، هيدي السول لازم عليها نص، دائما السنسيبل بمينور بعليها نص، مع انه هون هي سول تعليها نص بزيد لها دياز، اذا السنسيبل هي سول دياز. حعمل انا وياكم مثل ثاني، سول ماجور، تعرف منه المينور بدي ارجع 3، يعني سول فا مي، اذا هو المي مينور، السنسيبل تبع المي مينور اذا بنزل وحده هي الري، بتكون ري دياز. نفس الشيء بالري ماجور، ري دو سي، اذا السي مينور، سنسيبل تبعه هو لا دياز. بنكفي بنفس الطريقة بيطلع عنا كل الجامات مينور ريلاتيف تبع الجام ماجور. وإذا بتلاحظوا دايما الجام ماجور والجام مينور بيتشاركوا بنفس الأرميور، يعني الري ماجور عنده 2 دياز فإذا السي مينور عنده 2 دياز، فنحسب السي ماجور عنده 5 دياز فإذا السول دياز مينور عنده 5 دياز. الفرق الوحيد إنه المينور بيكون في عنده السنسيبل هي أعلى بنص. من الجام مينور تعرف الريلاتيف ماجور تبعه لازم بالعكس، يعني او زيد 3 او نقص 6، فمن اللا اذا بدي اعرف الماجور بطلع 3 لا سي دو اذا هو الدو ماجور، نفس الشيء سي اذا بدي اعرف ماجور بطلع سي دو ري بيطلع عندي الري ماجور. حشوف انا وياكم هلا الجامات اللي فيهم بيمول. دايما بالبيمول بنزل 5 بدل ما اطلع 5، يعني ببلش بالدو ماجور بنقص كان جوست دو سي لا سول فا، فا عندها بيمول وحدة، بيرجع عندي سي بيمول، بيرجع عندي مي بيمول ماجور، لا بيمول، ري بيمول، سول بيمول، دو بيمول، كل مرة عم بنزل 5 كل واحد بيزيد عنده بيمول. نفس الطريقة بعرف الجامات المينور منهم، من الماجور للمينور أو بدي نقص 3 أو بدي أطلع 6، من الدو نقص 3 بيطلع لا مينور، سونسيبل هي سول دياز، من الفا بنقص 3 بيطلع عندي ري مينور، وسونسيبل هي دو دياز. سي بيمول ماجور ناقص 3 بيطلع عندي السول مينور وهي فا دياز، وبنفس الطريقة بعرف الباقيين. هتذكر أنا وياكم كيف بقدر أعرف الجام من ورا الأرميور، يعني من ورا الديازات والبيمولات الموجودين بالأول. دايما تعرف الجام اللي فيه دياز بدي أشوف آخر دياز، من هذه الدياز بطلع نوت أو بطلع فعليا سيكوند مينور بيطلع عندي الجام، فإذا آخر دياز بتكون هي السنسيبل فعليا. تشوف ري دياز مثلا هون آخر دياز بطلع منها سكوند مينور بيطلع عندي مي، فإذا بيكون عندي في 2 أوبشن، المي ماجور والريلاتيف تبعه دو دياز مينور، لأنه دايما الجام ماجور في عنده جام تاني ريلاتيف له بيتشارك معه بنفس الأرميور، فإذا دايما لما يكون عندي جام دياز بشوف آخر دياز بطلع منها نص بيطلع عندي الجام ماجور والريلاتيف تبعه المينور. كمان اذا عندي الجامات فيهم بالاول بيمول مثل التحت
بدي شوف قبل الاخر بمول. بهالحاله قبل الاخر بمول هي لا، عندي سي مي لا ري بمولات، قبل اخر وحده هي لا، هيدي لا هي بتعطيني الجام ماجور، يعني هي لا بمول ماجور، والريلاتيف تبعها هو الفا مينور. هلا بالخطوه الثانيه حعلمكم كيف تعرفوا اذا هو الماجور او المينور. تقدر اعرف اول طريقه اذا عندي اخر القطع، اذا عندي القطعه كامله بدي اشوف اخر نوت بالقطعه. حناخذ هذا المثل، عندي هون فا دياز بالاول، فاذا بس اريد دياز بدي اشوف اخر دياز، بهالحاله هي الفا، بطلع منها نص يعني سكوند مينور، بيطلع عندي سول. فاذا في عندي اثنين اوبشن، او سول ماجور او مي مينور، لانه اثنيناتهم عندهم الفا دياز بالاول. كيف بعرف؟ بدي اروح على اخر القطعه بشوف باخر القطعه او تنوت، بهالحاله هي السول على كلود فا هون، فاذا الجام هو سول ماجور. حاخذ مثل ثاني، اذا عندي هالمره بيمولات تعرف الجام البيمول، بدي اشوف قبل اخر بيمول، اذا قبل اخر بيمول هي لا، طلع عندي لا بيمول، لا بيمول ماجور او الفا مينور، لانه اثنيناتهم عندهم سي مي لا ري. تعرف بدي اشوف اخر نوت بالكلاد فا البيس، فاذا لا بيمول بهالحاله واللا بيمول ماجور. هلا في حال ما عندنا اخر نوت شو بنقدر نعمل؟ نحن بنعرف انه اللي بيميز الجام مينور عن الجام ماجور هو النوت سنسيبل. بالجام مينور دائما السنسيبل بتكون اعلى بنص من العاده، بالتالي بيكون في عندنا نحن هيدي السنسيبل عليها التيراسيون اكسيدونتال، يعني او دياز او بيكار بتكون موجوده بالنص غير اللي بيكونوا موجودين بالاول. زياده عنهم بيكون في عندي بالنص بالمقطوعه شو ما كانت عندي هيدي السنسيبل. اذا ما كانت هيدي النوت سنسيبل موجوده فاذا هو ماجور. حياخذ كم مثل تفهم اكثر. باول واحد في عندي سريدة دياز هون، فاذا بدي اعرف اخر دياز هي السنسيبل، بطلع منها بيطلع عندي او مي ماجور او دو دياز مينور. دائما بعمل تشيك على المينور، دو دياز مينور السنسيبل تبعه هي سي دياز، شوف هون السي، اذا ملاحظين هيدي سي عادي، سي عادي، كل السي عادي، فاذا هيدا الجام هو مي ماجور، لانه مش موجود في السنسيبل تبع الدو دياز مينور. حياخذ المثل الثاني، عندي سي بيمول، لما يكون عندي سي بيمول دغري هيدا اللي بتكونوا حافظينه هو اوفا ماجور او ري مينور. بالري مينور سنسيبل هي دو دياز، اذا بشوف هون الدو في عندي دو بيكار كلهم، ما في عندي دو دياز، فاذا الجام هون هو فا ماجور. اخر واحد في عندي فا دياز دو دياز سول دياز، بشوف اخر دياز بانه هيدا السي دو دياز، بيطلع عندي سول دياز، فاذا الجامات هني او لا ماجور او فا دياز مينور. كيف بعرف هلا؟ بدي اشوف السنسيبل تبع الفا دياز مينور هي المي دياز. اذا بشوف هون النوتات بلاقي عندي هون انه في مي دياز، يعني في سنسيبل تبع الفا دياز مينور، فاذا هذا الجام هو فا دياز مينور. ميرسي انكم حضرتوا هذا الفيديو، بشوفكم الاسبوع الجاي بدرس جديد. باي باي.